ولي عبد السلام الإدريسي رئيس جمعية مغاربة ونعتز. اليوم كان لنا موعدا مع تنظيم الدورة 14 ليوم التضامن الترفيهي لفائدة الطفل المريض بمستشفى الأطفال بالرباط. الدورة عرفت برمجة مجموعة من الفقرات النشاطية والترفيهية وورشات في الرسم والتنويم والأعمال اليدوية وتوزيع مجموعة من الهدايا على الأطفال المرضى الذين تواجدوا معنا بمدرج مستشفى الأطفال بالرباط. وكذلك تمت زيارة وتوزيع هدايا على الأطفال حالتهم الصحية لا تسمح بأن يكونوا متواجدين معنا بعين المكان، تمت كذلك زيارتهم وتوزيع هدايا عليهم. كذلك كل هذه الفقرات تروم إلى خلق جو من البهجة والسرور ورسم البسمة على محيا هؤلاء البراعم ومحاولة إبعادهم ولو للحظات عن رحلة علاج الشاقة في فضاء المستشفى. لن ندع هذه الفرصة تمر باسمي واسم جميع أعضاء جمعية مغرب ونعتز دون أن نتقدم باسم عبارات شكر والامتنان لكل من ساعد من قريب ومن بعيد في إنجاح فعاليات هذه الدورة تكريسا وإحياء لأنبل قيم التضامن الاجتماعي المعروفة بين مختلف فئات المجتمع المغربي. شكرا لكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.